اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أغنيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى غايتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم يا خالق الحب والنوى، يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يا فارق الإصباح، يا من جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يا من السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء، يا من أضحك وأبكى، يا من أضحك وأبكى وأسعد وأشقى وأمات وأحيا وأوجد وأبلى وخلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ينزل إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من داع فأجيب، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، يا رب يا رب يا رب، وقفنا مستغفرين فاغفر لنا، يا رب جئناك مستغفرين فاغفر لنا، امح خطايانا، كفر سيئاتنا، يا رب نبوء بآثامنا، ونعترف بتقصيرنا، ونقر بإساءتنا، أتيناك يا كريم، أتيناك يا كريم، حللنا ضيوفا عليك، فأكرم وفادتنا، وأحسن نزلنا، وامحو سيئاتنا، وكفر خطايانا. اللهم أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، اللهم أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، اللهم قل لنا كونوا مغفورا لكم لنكون، اللهم قل لنا كونوا مغفورا لكم لنكون، اللهم قل لنا عبادي رضيت سعيكم وسكرت صنيعكم وأدخلتكم جنتكم
جنتي وأدخلتكم جنتي وأحللت عليكم رضواني يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب تقبل صيامنا يا رب تقبل صيامنا. اللهم على كثرة التفريط وعظم التقصير تقبل صيامنا تقبل صيامنا وقيامنا واشكر سعينا ضاعف مثوبتنا أخلف نياتنا رب صغارنا اهد ضالنا ارحم موتانا ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إليك اللهم ارزقنا لذة النظر إليك اللهم اجعل وجوهنا يوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعل وجوهنا يوم القيامة ناظرة إليك يا كريم ناظرة ولا تجعل وجوهنا يوم القيامة باسرة ولا تجعل وجوهنا يوم القيامة باسرة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار يا عزيز اجعل كل ساحرة وساحر حل ما عقدوا أبطل ما نفثوا حل ما عقدوا أبطل ما نفثوا أخرج ما خبأوا أخرج ما خبأوا أصلح ما أفسدوا وأفسد ما أصلحوا اللهم اشفي إخواننا وأخواتنا حل أسحارهم 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 حل أسحارهم. اللهم ارفع الطين عن المظلومين والعين عن المعيونين والسحر عن المسحورين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اعلم اخواننا حل اسحارهم يا رب اللهم ارفع الطين عن المظلومين والعين عن المعيونين والسحر عن المسحورين والسحر عن المسحورين. اللهم ارزق كل عقيم اللهم ارزق كل عقيم اللهم ارزق كل عقيم اللهم اغني كل مفلس اللهم يسر وظيفة لكل عاقل إلى هذا صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم كما أكرمونا فأكرمهم وكم رحمونا فارحمهم وكم تحملونا فتحمل عنهم يا رب العالمين. اللهم كما كانوا سببا في وجودنا اجعل دعانا هذا سببا في دخولهم الجنة اجعل دعانا هذا سببا في دخولهم الجنة يا رب
العالمين. اللهم ارحمنا وادخلنا الجنة إذا كفلونا أهلنا وعلى أكتافهم حملونا وفي التراب وضعونا وللدود تركونا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في القبور، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في القبور وانقلبت حياتنا، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في القبور وابتعدنا عن المال والأهل والقصور. اللهم يا رب يا رب ارحمنا إذا وضعنا في القبور وابتعدنا عن المال والأهل والقصور وانقلبت حياتنا حزنا بعد السرور، وانقلبت حياتنا حزنا بعد السرور. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في القبور وابتعدنا عن المال والأهل والقصور وانقلبت حياتنا حزنا بعد السرور. فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر، اللهم اغفر لنا إذا فارقنا الأحباب، اللهم اغفر لنا إذا فارقنا الأحباب وصار مثوانا بين الدود والتراب. يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب حسن خواتيمنا، حسن خواتيمنا، لا تخفضنا إلا ساجدين، لا تخفضنا إلا ساجدين، لا تخفضنا إلا ساجدين، أو راكعين أو معتكفين أو حجاجا أو معتمرين. يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب العالمين اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يا رب العالمين اللهم لا تأذن لرمضان بالانصراف إلا وقد صرفت ذنوبنا، اللهم لا تأذن لرمضان بالانصراف إلا وقد صرفت ذنوبنا. يا رب العالمين إلهنا تقبلنا، إلهنا تقبلنا، إلهنا تقبلنا، إلهنا لا تردنا وأنت قادر على أن لا تردنا. إلهنا تقبلنا، إلهنا لا تردنا، أتيناك مساكين، أتيناك متواضعين، أتيناك متوسلين، لا تردنا وأنت قادر على أن لا تردنا. يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، حل أسحارهم 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 حل أسحارهم. اللهم لعن كل ساحرة وساحر، اللهم لعن كل ساحرة وساحر، اللهم لعن كل ساحرة وساحر. شددوا أهلنا شددوا أهلنا، اللهم لعن كل ساحرة وساحر. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين فرقوا بين أخوانهم فرقوا بين أخوانهم، اللهم يا رب العن كل ساحرة وساحر، اللهم ارزق كل عقيم، اللهم ارزق كل عقيم. يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم
اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. إلهنا لا ترد أيدينا صفرا خائبا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم اغثنا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.